أهلا وسهلا، اسمي ألكسندر وأنا من أستراليا وقرأت قصيدة اليوم. يسمى القصيدة لماذا راكي؟ والقصيدة هو من مصر. أنا لا أتكلم العربية، so please forgive me if I make mistakes. Thank you. لماذا راكي؟ لماذا راكي على كل شيء؟ كأنك في الأرض كل البشر، كأنك درب بغير انتهاء، وأني خلقت لهذا السفر. إذا كنت أهرب منك إليك، فقولي بربك أين المفر. شكرا وسلام عليكم.